أطيب وأرق تحية لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. واليوم كل الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها أكيد رفقة خبيرة الموضة مصممة الأزياء للا خديجة الحجوجي. أهلا وسهلا بك للا خديجة. أهلا عفاف وأهلا المستمعين والمستمعات اللي كيتصنتوا لنا وهم مدمنين على قناة ميد غاديو. كنشكرهم وعلى الطاقم التقني اللي كيرافقنا دائما. شكرا لكم. شكرا لك. اليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي عندها علاقه بالموضه. هي فرصه باش غادي نجاوبوا على سؤال ام سلمى من فاس، سكينه من سوق الاربع، ام عمر، شيماء، فاطمه من الرشيديه. فكل مستمعات اللي طرحوا اسئله عندها علاقه بالموضه ياخذوا الاجابه ان شاء الله اليوم من عند خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. ما تنساوش على انه مجموعه ديال الافكار وديال الاقتراحات ان شاء الله غادي ندرجوها من خلال فقره بريكولاج. فكل الافكار والاقتراحات اللي احنا اختاريناها ومشكورات المستمعات اللي كيختاروا انهم يتقاسموا ويتشاركوا كل أفكارهم وكل الحيل اللي عندهم على الأوفياء ديال البرنامج. دائما غنبقى نقول لأنه كلمة شكر هي قليلة في حقكم بزاف. فغادي نرجو إن شاء الله اليوم مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات، ومن بعد غادي يكون التواصل مفتوح معكم أنتم أوفياءنا باش حتى أنتم تفيدونا بأفكاركم واقتراحاتكم. ومرحبا بكل أسئلتكم اللي عندها علاقة بالموضة على 05 22 46 72 50 51 أو 52. اللحظة غادي نبقاو مع أول اختيار غنائي نسمعوا ليه وراجعين. فبقوا معنا ورجعنا على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي. غادي نمشيو باش نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة رفقة خبيرة الموضة مصممة الأزياء للا خديجة الحجوجي. فاحنا غادي نبداو بأول سؤال، والسؤال هو من عند أم سلمى من مدينة فاس. للا خديجة، أم سلمى عندها بنيتها في العمر ديالها 4 سنين، البشرة ديالها بيضاء وبغات تخدم ليها شي لبسة اللي تكون تقليدية. نعم، دير لها واحد لبسة المبرة، دير لها ان كولور كلير، دير لها الغوز ولا البلو سيال ولا الموف كلير، ودير تحتاني تاوي يكون في نفس اللون. تخدم عليها بصفيفة، نعم صفيفة تسقلي بيضة ولا صاري باش ما بغات، ودير لها حزيم وتخمل لها الكميمات وتخمل لها جلايل باش ما تطيحش. وتحاول دير لها شوية ديك اللبسة شوية كبر منها، شوية زايدة في الطول وشوية في الكمام باش من بعد تستغلها. انا 4 سنين غير تبارك الله كتكون سلاج دو كرواسونس فاش كيكبروا الوليدات، وتقدر تلبسها العام الجاي ان شاء الله ولا العام الاخر. نمشيو هاد المره. السؤال الاول كان من عند سكينه من سوق الاربع، لانه عندها زوج ديال الاسئله. السؤال الاول خاص بالنسبه ليها هي للا خديجه. العمر ديال سكينه 23 سنه، البشره ديالها قمحيه وبغات قفطان الحضور بالحزام. نعم، بالنسبه لسكينه تقدر دير قفطان ديال البروكار. البروكار دابا راه دارجه للموضه ديال البروكار، دير تحت منه واحد القفطان ديال الكريب جورجيت وتخدمو سواء بخدمه المعلم سواء بالدار سواء بالتنبات. المهم ضروري دير فيه التنبات لان غادي يكون الحضور والحزام تاوي يكون مخدوم بنفس الطريقه ديال الخدمه. نعم. السؤال الثاني ديال سكينه من سوق الاربع، الاخت ديالها في العمر عندها 36 عام للا خديجه، والبشره ديالها بيضاء، بغات جلابه ديال كل نهار وبغات تعرف الصاك والصباط اللي غادي تواتى معها. نعم. بغات تعرف الثوب اللون. الجلالب ديالها طوندونس كاينه المليفه، دير مليفه في الكري ولا في المارون ولا في الكحل، والفولار دائما يكون في اللون ديال الجلابه، والصباط والصاك يكونوا في اللون الاسود. تختار اي لون بغات ولكن الصباط والصاك يكونوا كحلين. واخا. هاد المره السؤال ديال ام عمر. ام عمر ان شاء الله غادي تكون نفيسه عما قريب، يعني بالضبط قالت شهر مارس للا خديجه، وهي قالت انه دابا في الحماله زاد الوزن ديالها بزاف. الوقت اللي غادي يكون عندها اسبوع يعني من بعد 7 ايام غيكون مازال الوزن يعني كانها مازال حامله، فهي بغات دير شي لبسه ولا شي قفطان ديك المناسبه ديال الاسبوع. نعم، غدير واحد على شكل لبسه قفطان جوج دو بياس الفوقاني وتحتاني، دير المبرا ولا البروكا وتخدمه على شكل لبسه حتى هو بالتنبات كيف ما بغات وبالخدمه المعلم ما غادي يجي قفطان مزيان، غير هو غيكون بلا حزام. انا في جميع الحالات الا دارت الحزام غادي ديرونجيها، فمن الاحسن دير قفطان قصير تلبسه قصير وبلا حزام. سؤال اخر من عند شيماء اللي ان شاء الله غدا تكون عروسه في شهر 5. فهي للا خديجه اختارت على انه اللبسه الاولى ديال الحنه واللبسه الاخرى، فهي بغاتهم يكونوا ديالها، ما بغاتش اللباسي ديال النقافه. فبغات تعرف اللبسه ديال الحنه كيف خصها تكون، وحتى اللبسه اللي بغات ديرها يعني في بلاصه لاغوب، هي ما غاداش تلبس لاغوب. دائما بني كنسمعوا الحنه دائما كنمشيو للون الاخضر دائما، فكنقترح عليها دير واحد القفطان ديال المبره يكون مطروز او مخدوم بالخدمه المعلم بالسقلي صاري بالحزام
ويكون ما يكون حاجه مزيانه، لان بطل ما هي كدير في الحنه وغادي تكون كتصور، فخاص تكون شي حاجه اللي هي عليها القيمه. اما بالنسبه للبسه اللي بغات دير لا روب دو ماري، بغات تحي لا روب دو ماري ودير لبسه على شكل وبغاتها تكون بيضاء، نعم ديرها. انا رجعنا كنديروا هذا اللباس هذا، كتجي السيده كتقول ما بغيتش نلبس لا روب دو ماري، بغيت لبسه توش ماروكان تكون روميه، ايه تختار الكريب، الكريب دو سوا ودير معاه لا دونتيل دو كالي، ودير لها واحد الفصاله اللي هي روميه تكون ايفازي مزيان من التحت وتكون جوست كور من الفوق، وتخدم لا دونتيل دو كالي والكريب دو سوا ودير فيها لا توش ماروكان بالسقلي. نعم غتجي لها لبسه هائله جدا. واخا غادي نمشيو هاد المره للسؤال ديال فاطمه من الرشيديه. فاطمه بحكم الخدمه ولا العمل ديال الزوج ديالها لاله خديجه كتنقل بزاف، هي قالت الاصل من مدينه الدار البيضاء ولكن كتنقل بزاف، دابا هي والزوج ديالها في الرشيديه، وقالت على انها حتى هي بدات بغات تلبس الملحفه إيه. ولكن قالت هي مازال ما كتعرفش السيده تما الجارات فما لقاتش اللي ينصحها، لان مازال ما كاينش ديك المعرفه بيناتهم. فهي بغات النصيحه ديالك بالنسبه للملحفه اللي تخرج بها، الملحفه ديال الدار يعني الثوب كيفاش كيكون، شنو الشكل اللي تختار. نعم كنا تكلمنا المره اللي فاتت على الملحفه، فالملحفه تطورات ما بقاتش كيف كانت في قديم لون واحد وشكل واحد، تطورات ولاو فيها الوان. قلنا كنقدروا نلقاو ملحفه ديال الحرير، كنقدروا نلقاو ملحفه ديال الحرير ومخدومه باليد، يعني داك الحرير منسوج باليد، كنقدروا نلقاو يعني هي كاين الاختيار كيبقى ليها. غادي تاخذ الملحفه ديال النهار ديال تولي جوغ اللي باش غادي تخرج تسخر ولا تقدا ولا شي حاجه، راه كتكون باينه عاديه ما فيها لا زواق لا والو. بالنسبه ديال الدار حتى هي كتكون شويه مشيكه، لان خص وليداتها والزوج ديالها يلقاها في واحد الملحفه اللي هي مزيانه. اما بالنسبه للحضور فدائما كنختار واحد الملحفه اللي كتكون مزوقه، هي علاش لا مزوقه، ويكون الثوب ديالها الحرير وتكون خفيفه. وبالنسبه للشده فغادي نقول العفاف السيده تشوف السيت وغادي يوريها كيفاش كتلبس الملحفه، فهي سهله جدا. وغير الثوب دائما هي ملي غتمشي عند السيد غادي يجيبها لها الثوب وغيعطيها القياس اللي غادي يكون، باش تمشي للدار تشوف لا فيديو غادي تتعلم تلبسها وبصحتها. نعم اذا كاين دي فيديو اللي كتقدر ترجع ليهم فاطمه من رشيديه وتشوفهم وتشوف الطريقه ديال الملحفه كيفاش كتلبس وهاد الامور كامله. وان شاء الله فاطمه الا كنتي كتزوري حتى الصفحه ديال برنامج سيداتي سيداتي فوعد مني ان شاء الله غادي نحطوا فيديو بطريقه بسيطه وسهله بالنسبه للملحفه كيفاش كنلبسوها، فزوري الصفحه ديالنا ان شاء الله وغادي تلقاي يعني الطريقه اللي انت بغيتي وهي مشروحه ومبسطه للغايه. غادي نمشيو هاد المره باش ندرجوا مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات من خلال فقره بريكولاج. واول اقتراح غادي نبداو به اليوم من عند بهجه سرور اللي هي زهور من مكناس. فزهور اليوم اختات على انها تعطينا واحد الحيله بالنسبه للطاجين الى تشق، فكتقول لي اختي عفاف كنا سمعنا شحال مره في البرنامج الطريقه ديال الطيحال وهي فعلا فعاله، وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش الطيحال فهي كتقول ممكن يعوضوه بالشحمه، يعني كل مره كنخليو واحد الطرف ديال الشحمه بحال مثلا ديك الشحمه اللي كتكون في الجهه ديال الكليه كنخليوها دائما عندنا في الفريغو غير لهذا الغرض. وقت ما تشق الطاجين كندوزو عليه بديك الشحمه وما كنحاولوش نحكو ديك البلاصه بزاف، لا غير كندوزو طبقه خفيفه ديال الشحمه بحال كنديرو اللصاق، وكنحطو داك الطاجين فوق البوطه على عافيه مهيله، فديك الشحمه وهي كتذوب فوق النار وهي بحال يعني كتلحم اولا كتلصق داك الطاجين ما كيبقاش مشقوق نهائيا، فكتقول جربوها وغادي نشوفو. ودائما ديك الشحمه خليوها عندكم في الفريغو غير لهذا الغرض وغادي نشوفو النتيجه. شكرا لك زهره على هذا الاقتراح. غادي نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند مستمعه اللي كتقول انا بغيت نفيد كل الناس والاوفياء ديال البرنامج اختي عفاف بالنسبه للنحاس، فحتى النحاس جربوا انكم تنظفوه اولا تحكوه بالكيتشوب. فبالنسبه للكيتشوب الا كان عندكم في الدار وسلاس مده الصلاحيه ديالو ما بقيتوش غادي تستهلكوه فما ترميوش، خليوه دائما لهذا الغرض. اي حاجه عندكم مصنوعه من نحاس في الكوزينه ولا اكسسوار حاطينه كديكور ولا اي حاجه، فبداو تاخذوا القطن كتغطسوه في داك الكيتشوب وكتحكوا به داك النحاس، فالنتيجه كتكون معتبره وكترجعوا داك اللمعان وما كيبقى ولا طبايع ولا ليطاش ولا حتى شي حاجه. فمشكوره على هذا الاقتراح وللاشاره فهي فاطمة الزهراء. نمشيو لاقتراح اخر هذه المره من عند ام عماد وهاجر كتقول شكرا انا كنستافد منكم بزاف وحتى انا بغيت نفيدكم، وتحيه لام شيماء ما يفوتنيش لانه بمجرد ما البارح سمعت ديك الطريقه السهله ديال المربى ديال الشريحه، الا كانت عندكم الشريحه بزاف في الدار وما كنتوش مثلا كتاكلوها او لا فممكن ترجعوها على شكل مربى بطريقه اللي هي سهله. فام شيماء
بمجرد ما سمعتها في البرنامج البارح مشات جربات وحطت لنا الصور وقالت على انه وجهها غزال والوليدات عجبهم الحال بزاف، فكتنصح كل امهات انهم يجربوها ويبداو يعطيها الوليدات باش كيفطروا بها الصباح على شكل مربى الا ما كانوش كياكلوا الشريحه. فرجعوا غادي تلقاو الصور موضوعه باسم ام شيماء، عطات الطريقه ووضعت الصور كيفاش صايبات هي داك المربى ديال الشريحه. غادي نمشيو هاد المره الاقتراح كيف ما قلنا ديال ام عماد وهاجر، اللي كتنصح كل المستمعات اللي عندهم اما شرجام او لباب في السدان وفي الحلان كيدير الصداع، فكتقول ما عليكم الا تستعملوا الماده ديال الفازلين او لاي كريم مرطب اللي عندكم، حتى ليكرون اي ماده اللي كنستعملوها على البشره ديالنا وكتكون مرطبه كدهنوا بها دوك الجناب ديال الباب اللي كنسميهم البيزاغرات، فهما اللي كدهنوهم وغتلاحظوا النتيجه انه داك الباب ما كيبقاش يدير الحس نهائيا وكيولي كيتسد وكيتحل بواحد السهوله كبيره. شكرا لكل المستمعات الكريمات اللي كيتقاسموا كيتشاركوا معنا كل افكارهم وكل اقتراحاتهم واي سر عندهم كيكشفوه لينا وكيتقاسموه مع كل حدقات، فشكرا كل الشكر لكم. باب التواصل غادي يكون مفتوح ان شاء الله عن طريق الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52، وكل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالموضه دائما على ميد راديو برنامجكم سيداتي سادتي، فمرحبا بتواصلكم معنا على 05 22 46 72 50 51 او 52. غادي نمشيو لاول سؤال لخديجه من عند خديجه، فكتسولك كتقولك الله يخليك لاله خديجه، بغيت شي نصيحه منك بخصوص لون ديال الجلابه، بغيتها تكون هماويه كيف كتقولي. انا العمر ديالي 32 عام والبشره ديالي بيضه، وغير عطيني التوب وكذا ماشي مشكل، غير المهم تكون شي جلابه ديال النخوه. نعم نقدر اللون اللي غنقدر نعطيها اللي انا ديجا مجرباهم وخدمه فيهم وشكروا لي الخدمه، كاين الغوز في الكريب دو سوا، كريب دو سوا في الغوز، كاين جون صفر ذهبي موف، هاد الالوان كلها هي في الحقيقه اي لون خدمناه بواحد فصلناه بواحد الطريقه ممتازه وخدمناه بطريقه ممتازه فغادي يجي الحضور وغادي يجي هماوي وغادي يشوف اللي شافوه غادي يعجبو. فكنقترح على هاد الالوان اللي انا ديجا جربت وخدمتهم كانوا دياولي ولبستهم وكانوا يعني في المستوى، فالكريب دو سوا في الغوز او لا في الصفر او لا في الموف. أيوه. وتخدموا بخدمه ديال المعلم نصدق، وداك الخدمه المعلم تجي من بتا وفي الكمام وفي القب. نعم وقفيطا من التحت تخدم بنفس الطريقه اللي تخدمت بها الجلابه. واخا نتمنى خديجه تكون سمعت الاجابه. نمشوا هاد المره في مكالمه معنا حنان على الخط من مدينه مكناس. اهلا وسهلا بك حنان. حنان مرحبا بك معنا. للاسف معنا حنان كتسمعي؟ ايه معكم معكم. تفضلي شنو هو سؤالك حنان؟ عافاك على اختي صغيره مني عندها واحد القطن في الصوم، وكنت عيط لكم وقلت لك هو كيبري ساتان كيبري وهو فيه اللون قلت لك صفر، هو ماشي صفر في الحقيقه عاد شفته مزيان داج كراميل وفيه وريضات في الخضر. لا دابا اسمحي لي، واش هو صومو او لا باش كراميل؟ لا هو صومو عادك الطرز اللي فيه مزوق به باش كراميل والوريضات الوسطانيين في الخضر ودوك العقيقات بحال النقره بحال لون النقره ذهبيين هكاك. ها صافي هذوك هما اللي فيه داك بيرلاج مزوق به هكاك وصافي هادشي اللي فيه زعما كيفاش تخيطو. ايه بغيتي تعرفي التوب ما قالتش لينا النوع ديال التوب شنو هو؟ ساتان حرير ساتان. اه ساتان كيبري. نعم بغات ديرو قفطان لبسه ولا قفطان؟ لا قفطان. نعم غادي ديرو قفطان، ولكن ضروري دير من تحت منه واحد القفطان اخر ديال الكريب ولا باش يجي هماوي باش يعني ساتان بوحدو على اللحم رقيق بزاف. نعم ما غاديش يعني اذا خاص قفيتين من التحت. نعم وبالنسبه للخدمه غادي تخدمو اللي كيحكم علينا عنده دوك الوريضات كتلي في الارجنتي، غنخدموه بالصقلي ابيض وغادي ندخلو في دوك العقيدات شويه ديال السومو والارجنتي ونخدموه نصدوق يا اما بالخدمه بالخدمه المعلم فقط. انا ديجا هو قالت لي منبت كلاش نبقاو نشارجيوه باش دوك الزويبقات والثوب يبان لينا نصدوق بالخدمه المعلم، ولا بغات تزرول دوك العقيده تزرولو ما بغاتش ديرهم تما بالصقلي ارجنتي. واخا غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام، ولكن لحظه غادي نبقاو مع فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده، خليكم اوفياء دائما وبقاو معنا. دقيقة المواطنة، دقيقة لإلقاء الأضواء على السلوك ديالنا وتأثيره على بعضنا. كونوا في الموعد كل يوم من الاثنين حتى الجمعة ابتداء من 8 لربع الصباح والخمسة وربع العشية. جمعية أفاق ميد راديو ولينا نصيب الوطني متعة وتضامن.
نصيحة أمل، لقاء يومي على ميد راديو. نصيحة أمل، لقاء حر نسمعوا لكم ونبحثوا على لحظات الأمل معكم. نصيحة أمل من 2 حتى الخميس من 2 لـ3 مع الدكتورة أمال نعامي على ميد راديو، الإذاعة القريبة منكم. وفتواصلنا معكم مستمعين الكرام هاد مرة في مكالمة أخرى، غادي نتواصلوا مع زهيرة على الخط. أهلا وسهلا بك زهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اختي عفاف لاباس عليك؟ هذه زهيرة فريجي. معك زهيرة فريجي. مرحبا بك. أهلا وسهلا زهيرة. كي دايرة اختي لاباس عليك؟ الحمد لله. خديجة لاباس عليها؟ الله يبارك فيك. لالا مرحبا. الحمد لله. عندي واحد الاقتراح، واحد السؤال. واخا تبارك الله عليك، دائما سخية في الاقتراحات ديالك زهيرة. تفضلي، شنو هو الاقتراح ديال اليوم؟ الاقتراح اليوم هو تحضير زيت الكوكو. زيت الكوكو هو كنحتاجوه بزاف وراه يمكن نصابوه في الدار. كنحتاج لواحد الكاس ديال الكوك. هذا يعطيك واحد الكميه قليله، المهم واحد يبدا بواحد الكميه قليله حتى يجرب. اييه باش تصدق لي، كناخذوا كاس ديال الكوك والكوك كناخذوه كنقلبوه في يدينا عند العطار، يكون كيطلق لنا الزيت في يدينا ملي نجمعوا عليه يكون ميدم. اييه يكون ميدم. كنديروه وكنكبوا عليه كاس المدافي، كنخلوه مرقد واحد 4 سوايع بحال هكا حتى كيرطاب داك الكوك. كيطلق، كيبان لك هذاك الكوك طلق واحد كيبان كولا بيض بحال طلق واحد الماء بيض. كناخذ واحد الزيت ديال حياتي وكنعصروا داك الكوك مزيان حتى كتنزل لينا دوك العصاره كاع اللي في الكوك. كناخذوه نديروه في واحد الزلافه وكنديروه في الثلاجه واحد ساعتين حتى كتكون لينا واحد الكوش بيضه من الفوق. كناخذ واحد المعلقه وكنحاولوا نزولوا ديك الكوش البيضه الفوقانيه، كتبان لك بحال الزبده من الفوق، هي شكل بحال الزبده، هي بيضه. كنزولوها بشويه وكنديروها في واحد الكاسرونه وكنديروها على نار مهيله في بير ماغي باش ما تحرقش لينا، وكنخلوها هكا تغلى حتى كتنشف كتكون لينا داك الزيت. هذاك الزيت اللي كيعطينا راه هذاك هو زيت الكوكو. اييه هذا كنديرو غير بديك الطبقه الفوقانيه اللي كتكون غير لاكوش الفوقانيه، الماء اللي كيبقى لتحت حنا ما كنستعملوش، كنحاولوا ناخذو بمعلقه وحنا كنزولو. واخا يهز لك شويه الماء ماشي مشكل، لانه غادي يبقى يتبخ حتى كيتبخر داك الماء. أيه. يبقى غير الزويته، وهذاك الزيت راه كنديرو كنديرو في قريعه اللي غنديروه في الثلاجه باش كتعرفوا انه راه زيت ديال الكوكو راه كيجمد. اييه اللي كنديرو في الثلاجه كيجمد. وبالنسبه لواحد الاقتراح اللي كنت عطيت البارح، هذيك راه بودر كنستعملوها، كنديروا كاس ديال البيكربونات وكاس ديال صابون الحجره. اسمحي لي، هذا ظاهر بالنسبه داك المسحوق ديال الصبيان ديال الحوايج البيضين. كناخذوا كاس ديال البيكربونات مع كاس ديال صابون الحجره وكنخلطوهم وكنعاودوا ندوزوهم في الغربال. داك الرقيق كنحصلوا على واحد المسحوق. هذاك المسحوق كنحتفظوا به في واحد البواطه ما كنخلطوا مع حتى حاجه، كنبقاو ناخذوا منه غير معلقه. كنديروها مع شويه ديال الزيت في الماكينه مع المسحوق، مع المسحوق ديال الصبيان. مع داك المسحوق ديال الصبيان ومع داك الصابون اللي كنت عطيت، راه كيخرج لينا الحوايج مزيان خصوصا البيضين. واخا اذا غير كاس ديال صابون الحجره محكوك مع كاس ديال مسحوق بيكربونات الصوديوم كنخلطوهم بزوج وكندوزوهم في الغربال الرقيق. داك المسحوق اللي كنحصلوا عليه من بعد ما كنغربلو هو اللي كنديروه في بواطه وكنبقاو كنهزو منه معلقه واحده. أيه مع المسحوق ديال الصبيان. وبالنسبه لواحد الحاجه اخرى، وقيلا لما كان ملي كنكون كنكتب ما كنوصلش مزيان. دابا تبارك الله وضحتي لينا. هذيك ذريعه الكتان راه حبوب ما مطحوناش. اييه هذيك بالنسبه للجيل كنا شرنا ليها، قلنا راه حبوب ماشي مطحونه. كيقول لي لا راه قالت عفاف مطحونه، كنقول لهم لا راه انا وقيلا ما كتبتش حبوب علاش ما المهم حبوب باش ما كيطلقش لينا داك كيبان بحال الغبره تلقى كيخرج لينا غير الماء. اذا كنغليو مع الماء زريعه الكتان حبوب ماشي مطحونه. اي كاس ديال الماء كنغليوه وكنخليوه حتى كيغلى، عاد كنضيفوا ليه معلقه ديال تزريعه الكتان كبيره ونخليوه فوق من العافيه 5 دقائق. غير يبان لك بخمسه دقائق هو كيغلى، كنطفو عليه مباشره كنصفيه. كنخليه يدفى واحد شويه وكنزيدو عليه اي زيت اساسي بغينا. يمكن نزيدو عليه هذا الزيت ديال الكوكو اللي صوبنا ونديروه في الثلاجه لمده الاستعمال ديالو ما كتفوتش 10 ايام. واخا
هذا جل كبديل بالنسبه للشعر. كنعرفوا بزاف ديال الوليدات كيستعملوا داك الجل للشعر وكاين امهات اللي ما كيعجبهاش الحال كتقول لك انا ولدي راه كان شعره زوين حتى استعمل داك الجل وطيح ليه الشعر ديالو. هذا جل طبيعي وغادي يستافد منه حتى الشعر يعني ما يطيح ما حتى حاجه يستعد حتى النمو ديال الشعر. تبارك الله وشكرا. وبالنسبه للسؤال ديالي بالعكس شكرا لك زهيرة. شنو هو السؤال ديالك؟ لخديجة واحد القسطان عند اختي ديال المبرا في الخضر داك الخضر الشريف هو الخياطة الخزانية قديمة ومصوب بالتراسل دوك التراسل اللي كيبان بحال تراسل ماشي هادشي اللي كاين دابا ديال التروافيل داك التراسل الاولين وبغات دابا نبتو ليها ولكن بغات واش هي ما بغات لا تزيد باش تعاودوا في الصال لان داك السيفه وداك الشيء اللي فيه مي مشات عند المعلم قال لها الا مشيت تحيد سولك راه ما غنعاودش نعرف نرجع ديك خصك ضروري تعاودي ما بغاش تعاودوا كله بعد غير هذاك بغيت غن واش تزيد عليه شي توش اخرى ولا اشنو غدير لي الله يجازيها بخير. نعم نعم زهيرة نجاوبك إن شاء الله نجاوب على السؤال ديالك. شكرا لك زهيرة فارجي تواصلتي معنا في الحلقة ديال اليوم وفتينا بزوج ديال الاقتراحات. تفضلي لا خديجة. دائما عفاف ملي يكون عندنا شي قفطان عزيز علينا وما سخيناش به وكيفكرنا عندنا فيه دي سوفينير ولا ما بغيناش وكنتسناو لا خديجة ديك لبسة زمانية ولا قفطان زمانية وعندنا بدات عطا لنا شي حد بدات صنا واحد الظروف اللي كانت المهم ما بغيناش نفرطوا فيها فإلا قدينا نعاودوها في الفصالة باش نبقاو نستغلوها عاودوا نلبسوها تبارك الله. ما كانش كنحاولوا نبدلو الا كان عندها شي قفطان من التحت كنحيدوا داك القفطان التحتاني وكنعاودوه بنفس الفصاله وكنخدموا داك القفطان التحتاني بنفس الخدمه اللي حنا خادمين القفطان الفوقاني وكنعاودوا نبدلو الحزام ولا كانوا مثلا فتحي كبار كنصغروهم ولا كانوا ما عندناش العقاد مثلا في الكمام كنديروهم كنديروا واحد لاتوش اللي هي صغيره ولا كنزيدوا شي تنبيتات في الكمام او لا شي حاجه وكنحتفظوا به وكنبقاو نلبسوه. نعم فما كاينلاش ماشي شي حاجه اللي هي نمشيو هاد المره مع زهيرة غادي نتواصلوا مع حنان على الخط معنا من الاربعة الصخور. اهلا وسهلا بك حنان. السلام عليكم اختي عفاف كي دايره؟ مرحبا بك حنان اهلا وسهلا. ربي يخليك اول مشاركه معك اختي كتعجبيني بزاف وان شاء الله ما تكونش اخر مره. مرحبا حنان. ربي يخليك حبيبه ديالي الله يعطيك الصحه كثيره استاذه خديجه. مرحبا بحنان الله يبارك فيك. مرحبا حبيبه ديالي. عندي واحد زلابه زوهاره قفطانه يعني التحتاني والفوقاني باللون داك اللون ديال الكاشير يعني خايفه فيه مخيطه في نفس اللون وبغيت اختي اشمل الزيف اللي لبس معاها والصباط والصاط. نعم واخا حنان غادي تديري الفولار دائما في نفس اللون ديال الجلابه وبالنسبه للصباط والصاك يا اما نديروهم بلون كاسي يا اما باج لان الغوز بارم سي ان كولور ديال الصيف وما نديروش مع شي لون الصباط مول اما باج او لا بلون كاسي وبالنسبه للفولار يكون نفس اللون الجلابه. واخا نمشيو هاد المره من بعد حنان غادي نتواصلوا مع سحر على الخط معنا من مدينه فاس. اهلا بك سحر. أنا حبيبة أختي عفاف لاباس؟ مرحبا بك. كيف لقيتي حبيبة؟ الحمد لله. مرحبا صحة. واحد الطالب كنت كتبتو لك وما جاوبتينيش حبيبة يعطيك الصحة. واش ما جاوبتوش ولا ما سمعتيش يا صحر؟ لا ما جاوبتينيش أنا كل نهار معاكم. واخا صحر شنو السؤال ديالك كان؟ مرحبا. نتاع الكوكوت قلت لك باش نبقى نحك الكوكوت بلا جهد بلا شي حاجة كنت خديت الوصفة نتاع البرارز عطاتني نتيجة غزالة. إيوا وبغيت شي وصفة نتاع ديال الكوكوت إينوكس أو لامانيو. ايه واخا وشي طريقه مع عند الاخت الزاهره ديال طريقه تحضير زيت الكوك. يلا دوزاتو غير دابا ما سمعتيش؟ لا لا سمع هذيك دابا الكوكو. لا عطات زيت الكوكو كيفاش نصايبوا زيت الكوكو في الدار؟ لا ما سمعتش دابا تعاودي. والله عطاك انت اللي ما كتسمعيش. واخا يلا نعاودوا ان شاء الله. بعض ديال الدراري كيكونوا كيبكيو وما كنسمعش وفعلا هذا اللي كيوقع بزاف مع بزاف ديال المرات مع المستمعين باش نصمت والله الا كنضربهم. لا لا صحار الضرب وعقوبه الضرب للوليدات لا انا ما متفقاش نهائيا. شوفي كاينه الصفحه ديالنا ديال البرنامج هاد الصفحه كتلقاو فيها الافكار والاقتراحات اللي كتمر في كل حلقه كل الافكار والاقتراحات كتقدروا ترجعوا ليها في اي وقت. اقتراح ديال الظاهره بالنسبه لزيت الكوكو موجود في الصفحه. الجل اللي عطات ديال زريعه الكتان موجود كذلك في الصفحه. فما عليك الا تزوري الصفحه ديال البرنامج وكنتمنوا ان شاء الله تواصلي معنا السحر من خلال الصفحه وطرحي الاسئله ديالك وان شاء الله راك تاخذي الاجابه عليها في الحين. فمشكوره سحر تواصلتي معنا من مدينه فاس. وبالنسبه للطلب ديالك لالمنيوم او بالنسبه للينوكس فان شاء الله غدا غادي نعطي مجموعه ديال الطرق وديال الاقتراحات. نمشيو هاد المره نتواصلوا دائما في مدينه فاس مع ام خنساء. اهلا وسهلا بك ام خنساء.
السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. مرحبا. عافاك اختي، كي دايره؟ لاباس عليك؟ مرحبا ام خنساء، كيف بقيتي شويه؟ الحمد لله. مرحبا بك، نشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو، هذا واجب علينا ام خنساء. مرحبا. الله يجزاك بخير. بغيت غير نسولك على ذاك الصابون ديال الحجره. اييه درتو ما صدقتش ليا. جربتي الصابون الاقتصادي اللي عطات زهيره؟ واخا درت الحجره ديال الصابون الكبيره. اييه محكوكه. اييه حكيتها في الحكاكه. أيه. ودرت عليها ربعه ديال المسحوق ديال السيد. المسحوق، غير المسحوق بلا ما نسميه، غير المسحوق. اييه المسحوق. اييه وطيبت يطرو ديال الماء وكبيته عليها وخليتها باتت. والغد ليه درت ربعه يطرو ديال الماء كبيته عليها وما صدق ليش، جاني داك الشيء جاري. نعم، وراه ما غاديش يصدق لك ام خنساء نهائيا، لانه حتى حاجه من المكونات اللي احنا ذكرناها ما انت استعملتيها هي هذيك نهائيا، بحيث انه ديك صابونه ديال الحجره كبيره كنخلطوا معاها زوج يطرو ديال الماء في الاول وكنخليوها كتبات حتى للصباح، ما كنضيفوش معاها المسحوق ديك الساعه نهائيا، كنخليو داك الصابون كنغطيوه وكنخليوه في الصباح، راه كتلقاه كيولي الشكل ديالو عامل بحال الجل. عاد ديك الساعه كنضيفوا معاه داك الكاس ديال المسحوق، كنضيفوا ديك الكميه المتبقيه اللي هي 5 لتر ديال الماء ماشي 4 لتر، لانه حنا شنو النتيجه غنحصلوا عليها في الكميه؟ غادي نحصلوا على 7 لتر. اذا كنديروا في الاول 2 لتر مع الصابونه ديال الحجره اللي هي محكوكه وكنغطيوها وكنخليوها تبات ليله كامله، وفي الصباح كنضيفوا كميه ديال 5 لتر ديال الماء، ما اللي كيكون طايب ما مغلي ماشي ما بارد، وديك الساعه كنضيفوا داك الكاس ديال المسحوق على حساب انت شنو كتستعملي، واش مسحوق صابون بليد او مسحوق ديال الماكينه، كنضيفوا داك الكاس كذلك ديال داك المعطر، ممكن انه نضيفوه الا بغينا ديك الرائحه تبقى زوينه، وعلى حساب الاختيار ديال كل واحد، يقدر يكون ديال الخزامه ولا ديال الورد ولا ديال شحال ما بغيتي، على حساب الاختيار ديالك انت. فانت المكونات نهائيا ماشي هي هذيك ام خنساء، فرجعي للصفحه وغتلقاي الاقتراح باسم زهيره فارجي، وموضع يعني غتلقاي انه وضعنا الطريقه مشروحه حتى بالصور، فغتلقاي انها مكتوبه وغتلقاي حتى الصور، يعني خطوه بخطوه ترجعي ليها في اي وقت ان شاء الله، والا تحت الفرصه نرجعوا ونذكروا بالاقتراح بالنسبه لذاك الصابون الاقتصادي العجيب اللي جربوه بزاف ديال المستمعات الكريمات وصدق ليهم وقالوا انه اقتصادي، وماشي فقط غير التصبين يعني بالنسبه للحوايج، حتى بالنسبه للتنظيف ديال الدار، انا شفت سيدات اللي ولاو كيوصلوا به حتى للمعن لانه اقتصادي وكيعطي كميه كثيره ديال 7 لتر. غادي نمشيو هذه المره في مكالمه اخرى، نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من مدينه الرباط. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم اخت عفاف، لاباس عليك؟ الحمد لله فاطمه. مرحبا بك. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج، كتفيدونا بزاف. مرحبا. هي مرتبكه شويه. مرحبا، انت وسط العائله والاسره ديالك فاطمه. كنشكرت لاله خالد، كتفيدنا بزاف. شكرا لاله. مرحبا. عندي واحد الاسئله. عندي واحد جوج توابات معايا الله، بديت كنلبس جلابه، باغا نصايب شي جلابه. وديت الحمر مغلوق. داك سميتو داك الجيم. وديت واحد في المليفه الغليظه في الباز مغلوق حتى هو شويه. عافاك الا كانت تنصحني واش تقول لي شي خياطه لين. واخا فاطمه، شحال في العمر ديالك؟ انا 24 عام. والبشره ديالك فاطمه؟ بيضاء ولا سمراء؟ بيضاء شويه. بيضاء. واخا معايا الله ولدت عامره شويه، بغيت تقول لي شي فصاله اللي واخا واخا فاطمه على سلامتك، وشكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الرباط. اذا لاله خديجه، التوب الاول هو توب ديال الجيم في الاحمر مغلوق، والتوب الثاني مليفه باج مغلوق. بالنسبه لفاطمه، الجلابه ديال الجيم اللي هي حمراء، فما كنحقتهاش على تخيطها باللون الاحمر، ضروري تدخل فيها شي لون، تدخل فيها الموف ولا اللون الاسود باش كدير الحمر بوحدو ما كيلطيش في الجلابه. وبالنسبه للفولار، تحاول دير فولار اللي فيه جوج الوان، اما الموف والاحمر او الكحل والاحمر، باش تهرس داك الاحمر. اما بالنسبه للمليفه الباج، فتقدر تخيطها اللون في اللون، ديرها براندا، ديرها بالطرز، ديرها بالخدمه ديال المعلم نص طوق، يعني عندها، ولكن تخدمها اللون في اللون، ما ديرش لها شي الوان اخرى. اما الاحمر ضروري تدخل مع اللون الاسود للموف. نعم. من بعد فاطمه من الرباط، هذه المره بشرى على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك بشرى. اهلا لاله عفاف، كي دايره لاباس؟ مرحبا بك بشرى. اهلا وسهلا. بغيت واحد نطرح واحد جوج اسئله لاله خديجه. عندي واحد جوج توابات، واحد بالجوهره الكحل، هذيك الجوهره اللي فيها واحد الخط بحال ديال السكليه شويه بحال الموتلين. في الكحل بغيت تقول لي على شي توب لتحت نديرو جلابه
حيت هو غادي يكون كيبين، بغيت شي ثوب يكون تحت منه. وفي وفيها السقلي جوهره في هذاك الخط اللي كيكون رقيق؟ لا ما فيهاش. وعندي واحد الجيم في بلو بترول، هذاك الجيم اللي طايح رطب ماشي ذاك اللي واقف، وبغيت نخدمه بالراندا من الفوق للتحت، بغيت ندخل له اللوينات، بغيت من اللوينات يجوني مع هذا الجيم. خير الله بشرى، ان شاء الله نجاوبوا على كل الاسئله ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا، وحنا غادي نرجعوا لاله خديجه ونجاوبوا على باقي. ورجعنا على ميد غاديو، برنامجكم سيداتي استاذتي، دائما رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء لاله خديجه الحجوجي. لاله خديجه، توقفنا في السؤال ديال بشرى بالنسبه للثوب الاول ديال جوهره الكحل، والثوب الثاني اللي هو ثوب ديال الجيم، وبغات تخدموا بالراندا وكتسول على الالوان ديال الراندا. نعم، بالنسبه للجوهره غادي دير واحد القفطان من التحت يكون في اللون الاسود ساتان، ساتان ساتان دو سوان. والراندا راه هي غادي تختار الالوان اللي بغات تصوبها. انا ما قالتليش واش الراندا، المهم غنقترح عليها ديرها بالراندا او لبس فيفه رقيقه، ولا لبس فيفه ديال بالسفيفه ديال المرمى رقيقه، فهادو كلهم كيتواتاو مع الراندا. اما بالنسبه للثوب ديال الجيم اللي في البلو بيترول، بغات ديرو بالراندا غادي تخدمو بالراندا في اللون، وغادي دير ديك غادي ديالو في الكلير، صافي ما تزيد حتى شي لون اخر عليه. واخا، اذا غادي نمشيو هاد المره لسؤال معنا لاله خديجه من عند مستمعه كتقول انا في العمر ديالي 23 سنه، وبغيت من لاله خديجه ان يلاه خديت واحد الثوب اللي هو في رويال لا موسلين والتحتاني ديالو، وفكرت انني نطرزهم. لاله خديجه باش تنصحني الثوب خدات موسلين وخدات التحتاني ديالو والتحتاني ديالو، بغات ترزهم وبغات ترزهم. نعم، ترزهم بالطرز الرباطي ودير الالوان. نعم، سولاتك 23 سنه واش كتواتى الطرز؟ نعم، دير طرز رباطي ودير فيه شويه ديال التنبات، ودير واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الالوان تدخلهم في الطرز، وضروري التنبات والحزام يكون بنفس الطريقه اللي خدمنا بها، حتى هو مطروز ومنبت بنفس الطريقه اللي خدمنا بها القفطان. واخا، نمشيو هاد المره لسؤال اخر من عند مستمعه كتقول انا عندي ان شاء الله واحد المناسبه قريبه غنكون معروضه، وبغيت نعرف من لاله خديجه، عندي واحد القفطان ديال جوهره سومو، وبغيت نعرف غير اللون ديال الفولاغ اللي غادي يتواتى معاه، واشنو نقدر حتى اللون بالنسبه لشي حاجه غنلبسها في رجلي. نعم، دائما الفولار انا كنقترح الفولار يكون في اللون ديال الجلابه، مع ان عندها سومو، فالصبات اللي غيواتيها هو اما كراميل يا اما بيج او لبلون كاسي، فهاد الالوان غتمشى مزيان مع السومو في الصبات. نعم، كيعجبوني بعض المرات بعض الاسئله لاله خديجه فمستمع معنا كتقول بغيت نعرف من لاله خديجه غير داك الصواب والماكله اللي كتكون في مناسبات بحال ديال الخطبه، راني ما كنعرف والو لا انا لا ماما، بغيت غير النصيحه ديالكم عاونونا، راه لاول مره كنظن عندهم الخطبه في الدار نفس الاسبوع الماضي. نعم، كان نفس السؤال. نعم، وكل واحد كيدير على قد جهده، وكل واحد كيدير على حسب المستوى ديالو. ايوا، ما كيخفكش تبارك الله العائلات المغربيه حنا معروفين بالكرم، فضروري ملي غادي نجيو لعائله العريس ضروري خصنا نديرو اما غدا يا اما عشاء، هادشي من غير الحلويات والمشروبات اللي كيكونوا في اونتر تو ما بين الغداء والعشيه، او ما بين العشاء مورا العشاء، فضروري كل واحد على قد جهده غادي يدير واحد الماكله اللي غادي توالم هذه المناسبه، ومن بعد حلويات مشروبات كل واحد على قدر الجهد ديالو. واخا، كانت مستمعه لاله خديجه بعثات بالسؤال ديالها حتى في الصفحه ديال البرنامج كتقول انا سولتكم هذا السؤال وسمحوا لي لاله خديجه، راه تخيلوا واحد النهار كانت عندنا مناسبة ديال الفرح في الدار، واللي كيجي عندنا تيقول لي ما مشى معاك بس كنقول لها شوف بعد المرات داك الارتباك، كاين ناس اللي مواقف لاله خديجه ما كيعرفوش، ربما حتى اللسان ديالهم كيتلعثم، ما كيعرفوش باش يجاوبوا، ما كيعرفوش خصوصا اللي كانوا كيعيشوا لاول مره. لا، غير بغيت نوضح واحد المساله، حنا دابا الناس كيكون عندهم بنيات 12 عام 14 عام 16 عام، كيخصنا نلزموا هاد الوليدات يبداو في كل مناسبه، يا اما اعياد يا اما اي مناسبه، يهزوا التليفون ويهضروا مع دوك الناس اللي عندهم الحدث، ويحاولوا يبداو يتعلموا، لان الوقت اللي ملي كتعلمي الصواب وانت صغيره فانت كتكبري وانت كتقولي بواحد الطريقه هاديه. الوليده 12 عام 14 عام كتعطيها التليفون تقول لها عيطي مثلا لخالتك او لعمتك او لشي حد من العائله، وقول لها مبارك مسعود، او لا قول لها عندها شي حد مريض ما يكون باس،
الناس اولا ملي كان ملي كنترباو على هاد الصوابات فضروري غادي نبداو نقولوا بتلقائي بلا ما نتصنعوا فيه. فعلا تبارك الله عليك الاخ جديد مساله مهمه. نعم. انه الولاد ديالنا في الصغر ديالهم ياخذ تليفون يهضر يبارك الى كتشوف المساجات ديال العيد يعني بعض المرات حتى ملي كتلاقاي مع شي حد تيقول لك ايوا بعدا ولدك ولا بنتك راه دار معايا الصواب وصفت لي ميساج في العيد واخا تكوني انت مشغوله ولدك ولا بنتك هي واخا. غادي نمشيو لاخر سؤال لخديجه. فالسؤال من عند ام ايمن كتسولك لاله خديجه على واحد التوب اللي عندها قال تقريبا المده ديال 3 سنين وهو محطوط في البلاكار مازال ما تخيطش كيتسنى الراي ديالك لاله خديجه. فقالت عندها المليفه بلا بلا وبغات تعرف شنو تقدر ديرها، واش ديرها جلابه ولا ديرها قفطان؟ مليفه بلا بلا ما قالتش لينا اللون عندها في مارون. نعم مليفه بلا بلا فانا ما بما انك 3 سنين انت محافظه عليها فخرجيها وفصليها وديريها جلابه تكون هائله بالبرشمان فغتشبعي فيها لبس ان شاء الله. شكرا لك خبيره الموضه ومصممه الازياء لاله خديجه الحجوجي. شكرا عفاف، شكرا للطاقم التكنيكي رافقنا والمستمعين والمستمعات. شكرا لك ودائما كتفيدينا بالافكار وبالنصائح ديالك. حنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي. غدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد اخر فيه مزيد من الافكار من الاقتراحات ومن الحيل ديال الدار. ما تنسوش على انه التواصل معنا كيبقى مفتوح دائما، مرحبا بكل افكاركم بكل اقتراحاتكم وبكل اسئلتكم على صفحه البرنامج. كتبوا فقط سيداتي سادتي بلغتنا العربيه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اول حاجه الشرط الاساسي في الصفحه الرسميه والرئيسيه والوحيده ديالنا صفحه شعارها الرايه المغربيه، والصفحه البارزه ولا الصوره البارزه اللي فيها هي الصوره بالقفطان المغربي اللي كنفتخروا به، فهذيك هي الصفحه الرسميه والخاصه بالبرنامج. زوروا كذلك مجله المراه المغربيه بامتياز موقع لالامولاتي.ما لتلقوا فيه كل ما يفيدكم. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم في الاعداد والتقديم مجدولين علم الادريسي، رفقتني في الاخراج وسميحه مشكوره في استقبال مكالمتكم. بقيت اوقات طيبه ومتعه قضيوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم من راديو. الى اللقاء.